مربوحة إن شاء الله لي. ياك إن شاء الله مربوحة. الخسارة بالجزائر المغرب هذه. مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا بكم الآن في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، كما كتشاهدوا معنا من خلال العنوان المغربي كيتوقع يعني الفوز ديال المنتخب المغربي الخصم ديالو زامبيا خلال المباراة الليلية اللي غتبدا تقريبا مع الثامنة. الان غنخلي نعطيكم الراي ديالو يعني بعد ما شفنا الخساره ديال الجزائر. تفضل صديق. السلام عليكم. المباراه ديال اليوم، المباراه اليوم اخويا المنتخب مع زامبيا غيكون ماتش صعيب شويه، والماتش غيكون صعيب، كنتمنوا حنا اللعابه ما يبقاوش يضيعوا الفرص بزاف، حيت حنا عندنا المشكل ديال العقم الهجومي، اللعابه ديالنا ما كيركزوش اتجاه المرمى. وكنتمنوا حنا من الركراكي يدير خدمته شويه، حيت الركراكي بان لي بدا كيترخى شويه مع اللعابه، يعني ما يبقاش هذيك ديال يفضل اللعاب على لاعب، اللاعب اللي يستحق المنتخب يلعب، يستحق البوست ديالو يلعب، اللاعب اللي كيستحق يلعب اساسي راه خصو يلعب اساسي، واللي ما يستحقش يلعب اساسي راه ما خصوش يلعب اساسي. وكنتمنى انا من الجمهور يحضر بقوه، يعني حنا ما عندناش حنا المشكل في الجمهور، حنا الجمهور الوحيد في العالم اللي رغم كاين اخفاقات بزاف الا هو الجمهور كيجي. هاد النقطه كتحسب للجمهور ديالنا، وقال الجمهور الوحيد في العالم اللي كيجي للمنتخب واخا ما كاينش النتائج، وحنا كنتمنوا يكونوا النتائج، ما نبقاوش حنا كل عام كنبقاو حنا كنتمنوا المنتخب يدي كاس افريقيا، يدي حنا بغينا يدي كاس افريقيا، ما نبقاوش نقولوا حنا نبقاو نتمنوا، حنا بغينا شي حاجه تحقق فهمتي. حنا بغينا المنتخب تشكيل اللعابه يخدموا بالعقليه الافريقيه، حيت اللعاب اللي كيجي من اوروبا كيجي بالعقليه ديال اوروبا، العقليه الاوروبيه كتلعب مع الفرق ديال اوروبا، كيلعبوا لعب مفتوح واللعب اللعب انيق، ماشي بحال هنا افريقيا، يعني كما شفنا حنا في كاس افريقيا. كاس افريقيا كيعتمد على القوه البدنيه والالتحامات، يعني ما خصكش خصك تكون تتعامل مع الماتش كما غادي، الماتش فيه التحامات خصك تمشي مع التحامات، ما خصكش كاين اللعابه ثاني اللي كيخاف على رجلو زعما راكي هو راكي على حسب الفرق ديالهم، يعني ما نلوموش ثاني اللعاب، راه كاين بعض اللعابه اللي في اوروبا كيخاف على كارير ديالو سالي ليه مجرد ماتش، كما وقع لسفيان العلودي في العام في 2008 ولا شنو هو من الاحصائيات، دوز ماتش زوين في الاخر توعت راه سالات المسيره ديالو يلا بدات سالات، وهادشي اللي كنبغيو حنا المنتخب. يعني حنا عندنا واحد الثقه كبيره في المنتخب وايضا في المدرب ديال المنتخب الوطني اللي هو وليد الركراكي. انا عندنا الثقه في الركراكي، ولكن اخويا نقول لك ان الركراكي هاد العقليه اللي كيمشي بها مع اللعابه ما نظنش انا غيمشي بعيد مع المنتخب، ولو حنت افريقيا راه افريقيا راه عقليه ماشي هي اوروبا، حنا راه ممكن حنا نلعبوا مع البرازيل نربحوها وما نربحوش، حنا اضعف فريق هنا في افريقيا. هذاك كنلقى هنا في الكومنتيرات الناس كيقول لك كلامه معقول، وحنا راه بغينا حنا كنقولوا المعقول، حنا ما بغيناش من هذاك الزواق ديال. وكاينه واحد المساله اخرى هذه كنوجهها للجمهور، يعني حنا ما نبقاوش نقولوا الا مشينا نشاركوا في شي نشاركوا في كاس افريقيا، ما نبقاوش نقولوا راه حنا خصنا نمشيو نجيبوا كاس افريقيا، علاش هاد حيت حنا اصلا كنديروا الضغط على اللعابه، ما يمكنش اللعاب غادي كتقول ليه واللعاب عندنا حنا دغيا كيتصنتوا هذا الشيء اللي كيتقال الجمهور كيقول لك راه ما حنا كيبقاو يتصنتوا اللعاب كيمشي تيق في راسه بزاف، يعني الثقه بزاف راه ما خداماش، اللعاب راه كيولي يدير اخطاء كيولي كيتسرع امام الشبكه ما كيبقاش يماركي البيوت. حنا ديما خصنا نقولوا راه كاينين منتخبات قوى منا، هذه خصنا نعترفوا بها، يعني افريقيا خصنا نعترفوا بلي راه كاين منتخبات اللي كانت عم مغموره وصعدت ولات كتنافس المنتخبات القويه، راه يقدر منتخب يدي كاس افريقيا ويلعب من ورا كاس افريقيا ماتش ميكال ما يربحش فريق ضعيف، ودي راه وقعت لينا حنا مع البنين، جينا من كاس العالم في 2018 درنا احسن ماتشات رغم كانت الظروف ديال التحكيم وكان شي حوايج مهم، هذاك الشيء راه
كل شيء عارفه. ما مشيوش حلاش 2018 كان رجع غير شويه الله ديال كاس العالم، شفنا كاس العالم في تما ضربنا يعني ضربنا البرتغال ضربنا اسبانيا ولكن يعني المنتخب اليوم قوي وجينا في كاس افريقيا. حنا الجمهور عندنا خصو يفهموا واحد القضيه، حنا المنتخب عندنا ملي مشينا حنا لكاس افريقيا كاس العالم في قطر، يعني حنا راه كنا كندافعوا المنتخب كامل كيدافع وكنهاجموا فهمتيني؟ يعني مع اوروبا منتخب قوه منك خصك ترجع اللور باش دير المرتدات، هنا في افريقيا العكس. حنا خصنا نهاجموا والاخرين يدافعوا. حنا ملي رجعنا في الدفاع في كاس العالم تفوقنا وكنا نديروا مرتدات، هنا في افريقيا ما غاتاكلش لك خصك في افريقيا تمشي بالعقليه الافريقيه، منتخب رجع لك للدفاع تما ما تغامرش، رجع لي تا الدفاع باش تخرجوا عندك. حيت ملي هو كيرجع لك الدفاع وانت كتخرج مرتده وحده يسالي معاك الماتش. وهنا في افريقيا العقليه ديال اللاعب الافريقي الا فات منه ماركة عليك بيت في الماتش كيولي كيطيح كيولي كيدير شي حوايج للاسف كاين هذا الشيء، هذا الشيء للاسف كاين في افريقيا. يعني خصنا اللعابه تما كنوجه لهم واحد النداء خصهم يتطوروا شويه هاد اللعابه ديال افريقيا، ما نبقاوش نقولوا حنا ربحنا ماركينا مثلا ماركيتي بيت واحد راه ربحتي الماتش، ترى ربحتي الماتش ولكن خسرتي الجمهور. انا الجمهور اللي جاي خاسر رزقه بغي يشوف كوره، علاش الجمهور في المتعه؟ انا دابا كنشوف انا افريقي كنتفرج مثلا كان في دوري ابطال افريقيا هذا العام مثلا ديال الاهلي وترجي ما كاين لا مستوى لا والو، وتفرج انا في الريال ودورتموند كاين المستوى، علاش اللعابه ما كيشوفوا ما كيتفرجوا ما كي علاش 2025 دابا راه كلشي خصو يستافد، اللعاب خصو يشوف داكشي في اوروبا على الاقل يريحوا، حتى لما باغي تلعب كره ريح وشوف بعينك اللعابه كيفاش كتلعب كيفاش تبني الهجمه كيفاش الناس كيفاش كتطور، ما يمكنش هما كيتطوروا وحنا كنرجعوا باللور. واخا شنو التوقع ديالك في المباراه ديال اليوم ما بين المنتخب الوطني والمنتخب؟ انا التوقع ديالي المباراه حنا غنربحوا ولكن ما نربحوش بشي نتيجه ثقيله. امر شي على حساب هضرتو فهمتي، حنا هذا الماتش غنربحوه غنربحوا 1-0 2-0 1-0 2-0 علاش؟ حنا عندنا الانانيه في اللعابه. منتخب زامبيا راه ماشي منتخب لا منتخب قول حنا راه في التاريخ ديالنا منتخب زامبيا كيدير معنا ماتشات مزيانين. تبارك الله عليك خويا. هاني خويا.